عليكم، كي دايرين؟ تنتمنى تكونوا بخير. معكم زهره الردانيه، غندير معكم مطيشه مصبره. عندي هنا 4 كيلو تاع مطيشه. انا عندي هاد مطيشه صغيره وتكون قاصحه، ما تكونش رطبه، باش تصبر لكم عام تاع 6 شهور تاع العام واكثر. كاع انا راه عندي دابا باقا عندي مصبره، عندي قبل من رمضان تاع داك العام، وراه باقا عندي مزيانه تصبر، ولكن خص مطيشه تكون قاصحه مزيانه، ما تكونش ديك رطبه، حيت الا كانت مطيشه ديك رطبه تيكون فيها الماء بزاف غتخسر. يلا نبداو ان شاء الله. بسم الله. نقسمها على جوج، نقسمها على جوج، نقطعها كلها ونرجع معاكم. هاي بعد ما قطعتها عندي جوج فلفلات حمرين، فلفله حلوه جوج. هي راه خصني 4، خصهم يكون عندي كل كيلو بفيفله. انا عندي 4 كيلو د مطيشه، خصها تكون 4 د الفيفلات. انا مفروض عندي جوج هاد الفيفله في بصل ملون، بلا ما نديرو ملون تنديرو هاد الفيفله تعطينا اللون وتعطي حتى المذاق. عندي كاس تاع الزيت مخلط فيه نص زيت الزيتون ونص عاديه. معلقه تاع الملح، من بعد وندوق نشوف واش غنزيد ولا قياسها. اذا كانت خاصه غنزيد صافي، غنقطع عليها ونردها طيب، ما نزيد فيها لا ما لا شي حاجه، غنديرها بحال هكا طيب ونرجع معكم. غندير معكم كيفاش نعقم القراعي. انا راه عندي هاد القميله دخلي غير بحال هكا بنعقم القراعي، حيت تقشرت وتندير فيها القراعي نعقمهم ولا غندير فيها شي حاجه، حيت الا بقيتو تعقموا فيها تخطي خسر تتولي كحله. غنفرش ليها هذا، فرشوا شي سربيته ولا شي حاجه باش القراعي ما يبقاوش يتقاقبوا ملي تبدا تغلي. انا رفيت غسلهم مزيان باش نخويهم من المطيشه ولا نخويهم من شي حاجه، تنديرهم بحال هكا هذه الطريقه. نطلعوا القراعي والطيان ديالهم، انتم راه زدت الماء، خاص الماء يكون غطي القراعي، ها مغطي يكون فايتهم. وغنزيدو واحد جوج معالق ديال الخل، انا عندي الخل العادي، غنزيدو كاع ثلاثة معالق كبار ديال الخل العادي. الا عندكم بيض ديروه، المهم انا عندي هذا العادي، اي خل عندكم تقدروا تخدموا به ماشي مشكل. صافي غنديرهم هذا دابا تغلي، ملي تبدا تغلي نحسب ليها من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. ها هما القراعي بعد ما خليتهم 15 دقيقه تتعقموا مزيان، هنهزهم ما نهزهمش بيدينا، غندير بحال هكا تكون عندنا شي مغرف ولا شي حاجه ونديرهم بحال هكا باش يبقاو معقمين نقيين. نقدروا ونهزهم غير من هنا من الفوق، نحطهم يتسقطرو تا يتسقطرو مزيان، ونعاودو نمسحوهم ملي بنديرو فيهم مطيشة. بحال دابا انا هادو راه مسحتهم مزيان وتعقمو مسحتهم مزيان، شتو ما نمسليهمش هاد الدورة ديالهم. هاهي مطيشة بعد ما طابت، شتو كي تتكون راه مازدت فيهاش الما، غير داك الما ديالها وديك الفيفلة صافي. ونقصت عليها درت البوطه ناقصه، خليتها 20 دقيقه هاد البوطه ناقصه تطابط. صافي نطحنها،
بالمطحن تاع. نتوما لو عندكم الطحان هذاك تقدروا ديروه في الكاس ديال العصير او ديك الطحانه ديال اليد. شتو هي كي جات دابا غنقسمها على ثلاثه. ها هي قسمتها على ثلاثه. وحده غنقسمها بالثومه، شويه ديال الثومه غير شي شويه الثومه غبره. وعندي هنايا اعشاب مخلطين ميكس، دوك اعشاب مخلطين. تقريبا معلقه صغيره. وهاد الاخرى غندير فيها الحباق الثانيه، غندير فيها الحباق. هذه بحال بغيت نديرها البيتزا لي بات قاعد جوج، هذه وهذه يصلحوا لي بات يصلحوا البيتزا. مثلا نديرهم بحال هكا ونخليهم. وهذه الثالثه، هذه غندير فيها معلقه صغيره ديال الشكنجبير ونص معلقه البزار. هذه الا بغيتها الحريره ولا بغيتها شي حاجه ديال الطياب. دابا غنديرهم يطيبوا، غنزيدو واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه تقريبا. غنطيبهم ونرجع معكم. ها هي الماتشه ديالي وجدت، باش الا كان فيها شي ما يتبخر يتحيد منها باش ما تخسرش. شفتوا كي تجي هذه اللي بالحباق وهذه بالاعشاب. يلا بسم الله غنديروها في القرعي. هيا الماطشه ديالنا ها هما القراعي هادو اللي فيهم هذيك الماطشه اللي بالاعشاب، وهذه اللي فيها بالحباق. هادو هما القراعي. وهذه اللي درت فيها البزار وشكنجبير، زدت فيها واحد جوج بصلات صغار خضاريه طحنتهم حكيتهم مزيان وزدتهم فيها. ولكن هذه شويه تبغي الصبر تبغي الصبر حيت تبدا تطيب تبداو تطير دوك الفقاعات تقدروا تحرقوا بها. صايبه راه حرقتني انت انا شويه في يديا في صبعي. شفتوا كي تجي. ولكن هذه راه خاصكم تخلوها تقريبا واحد 45 دقيقه حتى ساعه وتبقاو تحركوا على عافيه مويان، ماشي مهيله ماشي مجهده، على عافيه مويان وتبقاو تحركوا حتى تجي بحال هكا. ولا بغيتوا تزيدوا مازال تقصح اكثر من هكا تكملوا ساعه، انا خليتها 45 دقيقه ثم كملوا ساعه تقريبا باش يجي بحال ديك ديال الحك. ولكن تبغي تحرك وتكون شي عندكم قمينه ما تتلصقش، حيت انا دابا ما سقطش. شتو ما سقطش هذه القمينه ما تتلصقش وبقيت حداها ومنقال تحرك يتحركوا هذا الشيء. شتو هذه دابا تبغى الحريره. ها هي الماطشه ديالنا وجدت. ها هي هما ما شاء الله هما اربعه القراعي من هذوك اللي فيهم الاعشاب وقرعة مع هذاك المركز شوية قرعة. وهذه 4 كيلو خرجت لنا هاد القدر مزيانة، ما فيهم لا ما زايدة فيهم لا ما ما فيهم مواد ما فيهم حتى شي حاجة، ماطشة طبيعية نديروها في الدار من أحسن لينا. غنسحوهم هنايا نحاولو نمسحو هاد الحاشية ديالهم باش ما تخزش باش ما تقصصنا الطاق. ونحاولوا نسدو مزيان
يعني انا عندي هنا المغليان حيت عندي القراعي باقي سخان، غنديرهم فيها. اذا كان ما كانوا القراعي باردين نديرهم في ما بارد. انا عندي القراعي باقي سخان حيت ما طشب بقى سخونه، الا طيبتها بقى سخونه. دابا تندير هاد السربيته باش ما ي... باش ملي يبدا ما يطبخ ما يتقرقبوش القراعي. الماء خاصو يوصل، ما توصلوش لحدا هذا. شوفوا فين وصل الماء، شفتوا هنايا ما يوصلش حدا الغطاء. شي فين وصل الماء؟ وصل هنا فين وصل، شفتوا ما خصوش يوصل حدا الغطاء صافي. وغنخلي دابا يغلي 45 دقيقه، 45 دقيقه خصو يبقى باش يتعقموا هاد القراعي، يتعقموا ما يخسروش. واخا جلسوا قلت لكم اكثر من عام ما يخسروش. غندير معاكم الهريسه، غنصبروها حتى هي، غنديروا هاد الصبر بحال نيت مطيشه. غنقطعها، انا غنقطعها بمقص. عندي طحن الفلفل حاره بزاف هنا في النقز، في عندهم حار الفلفل حاره بزاف، نخاف تضرني في يدي. احسن ندير هذه الطريقه، وعندي هنا الفلفل مخلطه. فيها الخضراء والحمراء والصفراء كاع الوان مخلطين. غندير هكا تنقطعها كلها وغنطحنها. هاهي طحنتها، درتها في مقلة باش نطيبها. غندير شويه ديال الكمون، معلقه صغيره تقريبا عامره تاع الكمون. ندير الثومه، الى عندكم الثومه القرا عاديه حكوا واحد جوج دريصات ولا ثلاثه. عندي كاس ديال الزيت عامر، بعض كاس العنبه، وكاس ديال الحامض، وندير واحد شويه ديال الملح حيت الملح ضروريه واخا درنا الحامض. وعندي معلقه ديال المعدنوس، المعدنوس راه درت معكم راه كاين في القناه، معلقة كبيرة. غنشعل على عفة مهيلة، العافية موين، ونبدا طيب. هاهي الهريسة ديالنا هي وجدت، شتو تنبقاو نطيبوها حتى تيتحيد من هداك الما، يتشرب منها كل هداك الما، تبقى غير هاد الزيت. شتو بقى الزيت اللي درت فيها ديك الكاس ديال الزيت، داك الحامض تيتشرب وداك الماء كله تيتشرب، بقى الزيت فيها. هاهي دابا تي هاد الهريسة راه تتجي لذيذة، تقدر تاكلها حتى بالخبز، هي الحق حارة ولكن تتجي لذيذة مع داك الحامض وداك الربيع توما، تتجي لذيذة لذيذة بزاف. هيا القرع ديالنا، هيا عمرتها، شتو هيا وشات لي باقي. دابا غنغطي عليها مزيان، نزيرها مزيان. تا هي غنديرها بحال هكا، نديرها في الماء برما، غنعمر عليها حتى لهنايا. الماء خصو يوصل هاد القنت كيما درنا في مطيشة. هاد الحشي ديال القرعة خاص الماء يوصل، ما نفوتوش باش ما يوصلش لينا القرعة. ونطيبوها 20 دقيقة، مع 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، هي من الأحسن كاع 30 دقيقة باش طيب مزيان القرعة، ونحتفظو بها عام تقريبا ما يطرالها حتى شي حاجة. هي الحاجة اللي نأكد لكم عليها، لا الفلفلة لا مطيشة خاصة تكون ما طيبش بزاف، تكون مزيانه قاصحه.
شاده في راسها، حيت اذا كانوا طيبين بزاف غتكون ديك فيهم ديك الحموضه ما يصبروش. زيروا مزيان باش ما يدخل لها الماء. هادو هما النصائح، تبعوا المهم هاد المراحل اللي درت معاكم، غتنجحيكم 100%. الا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات ديال الخضره مصبره وبحال هاد الحوايج هادو مصبرين، كتبوهم ليا في كومونتير ونبقى نديرهم معاكم. ها هي ماتشا ديالنا وجدت مركز، هذا راه شوفو كي داير مركز ديال مطيشه. الا بغيتو نتوما تقدروا ديروا مطيشه كلها هكا، ديروا كلها مركز ديال الاعشاب، درت فيها الاعشاب ممسمه هاد الجوج، وهاد الجوج فيهم الحباق، هادو هما المطيشه ديالنا. دابا هي بردت، المهم بعد ما طيبتها كما قلت لكم حتى ل 45 دقيقه غنقلبها، ولكن حتى تبرد القرعه مزيان تكون بارده، وتقلبوها بحال هكا، غتقلبوها كلها بحال هكا. انا دابا غنحطها في البلاكار بحال هكا مقلوبه، باش حتى اذا كان خسر هاد سميتو ديال العطا ديال القرعه غتبدا تنفس، غتخرج مطيشه من هنايا نعرفها واش صافي خاصنا نحيدوها. غنخليهم بحال هكا، غنديرهم في البلاكار نحطهم بحال هكا. بغيتو تحطوهم عاديين تحطوهم، غير انا المهم تنديرهم بحال الطريقه. وهاي الهريسه حتى هي ديالنا، هاي وجدت حتى هي، نديرها نفس الطريقه حتى هي. 20 دقيقه خليتها طابت في الماء، تعقمت في الماء 20 دقيقه. حتى هي غنقلبها نفس تبرد، دابا راه سخونه، ملي تبرد غنقلبها كما قلت لكم، هي باش نعرفوا واش القرعه تتنفس ولا ما تتنفس، واش مسدوده مزيره مزيان ولا لا. هاد الطريقه باش غتعرفوا. وراه هاد المطيشه وهاد الفيفله تقدروا تخلوها عام، تقدروا تخلوها اكثر من عام، ما تطريها حتى شي حاجه، المهم هي خاصها تعقم مزيان. تبعوا المراحل اللي درت معاكم راه غتنجحي لكم 100%. وإلا عجبكم الفيديو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو بالفيديو، وما تنساوش ليا لايك، ونمشي في القناه ديالي شاف فضلا ليس امرا، والتاني الفيديو القادم ان شاء الله.